النعمة، كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي اختبار، امتحان لنا. هر يوم نعمة الله رب العالمين بونغ وطاس بعد كده داس بونغ وطاس بار يوم امتحان ده. هل ننجح في هذا الاختبار أو لا؟ أيا بدي امتحان كمون كاميابيكو أو كنا؟ كيف ننجح في الاختبار؟ سنجا بدي كمون كامياب شو؟ ننجح والله أعلم بأمرين. بدو طريقو باني والله أعلم كامياب دلي شو؟ الأمر الأول قبل أن تأتي النعمة لا نتعلق إلا بالله. أولا نيكار داد مخي دينا شبه مونغو نعمة راشي مونغ بعد خبز رونا دا الله سر متعلقكو. يمشي بعض الناس في الطريق أكثر خلق بالله ربان ديزي ويبدأ يفكر أو فكر كي يقول لو يتعرف علي الملكة والرئيس والوزير كوي صوت كي كتشرت بادشاه وزير ورئيس رزما تعرف وشي ويقول أنت صديقي أنت حبيبي أو راتو جتمع دير نجديم القري خذ من مالي ما شئت زما دا مال نواخ لجسم رضي خوخي أكثر الناس على هذا أكثر خلق دا سوچ كي الجنة تطلب من من؟ أو جنة دا چانا بغختل كي من من تطلب الجنة؟ دا چانا بغوار جنة من الله دا الله رب العالمين لماذا؟ ولي إنه لا أحد يقدر على إعطاء الجنة إلا الله زكاة حيث سوك بدي قادر ندش جنة دركي مقر الله رب العالمين والرزق تطلب من من؟ أو الرزق دا چانا طلب كي دشي من الملك من الرئيس من الوزير من التاجر؟ دا بادشاه رئيس تاجر أو وزيرنا؟ لا من الله نا اسكلمنا بل كذا الله رب العالمين إذا هذا الذي يخطر ببال كثير من الناس عندما يمشي ويرى متاع الدنيا هذا تعلق بغير الله هذا رسوب في الاختبار الأول نذاكم كسان شي بلا رواني وصوت كي ذا بادشاه وذا وزير ندا تعلق ذا الله بغير بل جاسر تعلق جولي ذا اللي ذا بامتحان كنا كامي ذا نعم الأمر الثاني دويم كار بعد أن تأتي النعمة ورست ذا نعمة راتلونا يشكر النعم كيف؟ ده نعمة شكر بكي سنجا كي بالقلب بس ربان دي اعتقاد يعتقد أن كل ما به من نعمة فهي من الله ده عقيدة بس ركي ساتي چه هر نعمة چه بدبان دي ده الله ده طرفنا دي الثاني باللسان دوين بس جبا بان دي وأما بنعمة ربك فحدث بس جبا بان دي خكارة كول ده نعمتونو دي ده غي خبري كول دي خلقوتا من أين لك هذا المال؟ دا مال دي كم زينا كده دي؟ من أين لك هذه السيارة؟ دا قاعدة دي كم زينا كده دي؟ كيف تزوجت؟ سنجا دي وادا كده دي؟ يقول هذا من فضل ربي ويبش دا دي الله فضل لي بما باندي بالجوارح الثالث درين با اندامونو باندي بشكر وباسي يصرف هذه النعم في شكر المنعم دغا نعمت شي كم دا الله بشكر كيف مصرفي أنعم الله عليك بنعمة العلم تعلم الناس الله درماني دا علم نعمت كده دي خلقه تبي خير وإذا تكتب العلم ولا تعلم الناس هذه نعمة تكفرها نسرعها في السلامة أو جكرا علم بطي وخلقه تنخي دا نعمة إنكار دي وقتها نعمة المال ينفق في طاعة الله ولا ينفق في معصية الله دا مال نعمة دا شا غدا الله رب العالمين بطاعتك مصرفش نبا قناهك نعمة البصر تنظر فيما أحل الله ولا تنظر فيما حرم الله والله أعلم دا نظر نعمة دا شا حلال تأقوري ودا حرام ونزان وساتي والله أعلم والله أعلم.